أنا كرهكم، كرهكم كلكم واحد واحد، وبأقرب وقت أنا راح أرجع لبغداد. لا، أنت السبب، أنت السبب اللي خليتيه يتمادى بقلة أخلاقه وياك ويا الآخرين. ليش أنت شو تعرفين عن ابني حتى تقولين هيك؟ شو تعرفين عن ظرفي؟ عن شبابه وشلون كبر وشلون عاش؟ وين كنتوا؟ وين كنتوا من ديكور ابني؟ انتوا اثنينكم وين كنتوا؟ انت طلعتي عن طورنا، فهمتي؟ مو وقت هذا الحكي بابا. عوفه خليني اسمع ايش قد بعد حاقد علي وعلى زوجي المات. ابوك مو حاقد، بس دا يذكرك بالسبب اللي خلانا نكون بعيدين عنك. لا تنكرون، لا تنكرون، انتوا طول عمركم ما ذكرتوا اسمي بهالبيت هذا. انت مو قلتي لي عمرهم ما جابوا طاريك بهالبيت هذا الا اذا خالد تذكرني، صح ولا لا؟ اني؟ وانت ايش مدري ايش من اقعد اني وعمك لو اني وابني؟ ايش نحكي عن سوسن؟ لو شلون نفكر بيها؟ انت ايش فيك؟ ليش هالشكل تتصرفين؟ طبيعي. طبيعي تتصرف هالشكل. اذا جايبي لها مره غريبه حتى تاخذ مكانها بهالبيت هذا، شلون تريديها تتصرف؟ اصلا ديش لو عندها ذره احترام كان على الاقل احترمتكم ونزلت تتعشى وياكم، مو قاعده وحدها بالغرفه. حتى سوسن لحقتي تحكي لها، ما عرفتي لي اي مجال احترمك ولا احترم التزامي تجاهك كبنت عم. من وراك قمت افكر بالطلاق. لا، وصلت بيك الوقاحه لهالدرجه؟ قبل شويه تطردني وهسه تريد تطلق؟ كل هذا ود تقول هاي الدخيله مو هي السبب؟ هاي ثاني مره صار اقول لك لازم حدودك ست اميره. اميره على حق، اذا اكو واحد لازم يلزم حد هنا بهذا البيت فهو انت يا خالد. اي مره مو كان زينه تتصرف هالشكل؟ اللي دا يصير على مود زينه، على مود تصير ام، وهي اختارت الام البديله، وانتو قلتوا لي لازم اتزوج. مع العلم انا ما كنت افكر بالزواج ولا بغيره، بس من اجت نيفين لهذا البيت وهي حاطه براسها بس المشاكل. قومي زينه، قوم وياي، كافي اللي سمعتي. بدال ابن الغريبه، ابني اولى بالميراث. الابن اللي تحكين عنه هو ابن خالد وزينه. ابنك هو اللي غريب، هو ابن العائله الغريبه. ما كنت اتوقع غير اللي سمعته منك ماما. اسمع، اذا تطلق زينه انت لا ابني ولا عرفك، مفهوم؟